السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. اليوم التاريخ 11/11/1444، هذا أخذنا جوز البينو عيون حمراء، حياك الله القصير. هذا الجوز ما بعد حتى الرقي المحمية، والله ما أدري إذا هو منتج. تمام، هذا هو، وهذه بياضة بنستخدم عليه خلطة ولدي الشرقية. ما شاء الله تبارك الله، هذا رابع تكبيس، ما شاء الله تبارك الله. طبعا هذا الجوز من شريته تقريبا أسبوع أو أقل من أسبوع، وشوف ما شاء الله، هذه نار وشرار، ما شاء الله تبارك الله. هذا التكبيس الرابع اليوم بتاريخ 15/11/1444، ما شاء الله تبارك الله. عقبال 6 فروخ يا رب. شوف هذا الثاني هنا يبغى يكبس، ما شاء الله تبارك الله. شوف 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 خلطة ولدي الشرقية، شغل وحياتك، شغل يا ابو الدجاج، تفجير خاشع، ما شاء الله تبارك الله. ابيض صافي، عيون حمراء، جمر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذا ثالث تكبيس بعد استخدام خلطة ولدي الشرقية، نار وشرار، هذا اللي يسموها نار وشرار، تفجير شغل وحياتك، شغل خشب، ما شاء الله تبارك الله، خشب ما شاء الله تبارك الله. خلاص هذا الجوز الاول كبس اليوم، وهنا ان شاء الله باذن الله هذا الالبينو، عندي 3 البينو، ما شاء الله تبارك الله. دائما اقول لا احد يستخدم الخلطة الا الطيور تكون جاهزة، ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح لي بركة يا رب، ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم اليوم التاريخ 15/11/1444، هذه بعد استخدام خلطة ولدي الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. واليوم التاريخ 15/11، ما شاء الله تبارك الله، بعد استخدام خلطة ولدي الشرقية، نار وشرار، تفجير البينو، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح له بركة، ما شاء الله تبارك الله، تفجير. بس عندي النت مشكلة والله العظيم، ما مخرب التصوير ولا هالنت ذا، ما شاء الله تبارك الله. طبعا البينو عيون حمراء، ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد استخدام خلطة ولدي الشرقية، نار وشرار، تفجير، ما شاء الله تبارك الله. هذه بعد استخدام خلطة ولد الشرقية، نار وشرار، الله يطرح له بركة يا رب. زي ما علمتكم اليوم الأحد، ما شاء الله تبارك الله، على القوة، ما شاء الله تبارك الله، على القوة، ما شاء الله تبارك الله. تقريبا 6 مرات كبس ذا الجوز، ما شاء الله تبارك الله. بعد يقولوا له أنت هل من مزيد، ما شاء الله تبارك الله، تفجير وحياتك، تفجير. خلطة ولد الشرقية، نار وشرار، دائما اقول استخدم الخلطة على طيور جاهزة، تأكد انها اجوز. طبعا خلطة ولد الشرقية، نار وشرار، قنبلة، ما شاء الله تبارك الله. شوف ما شاء الله، اذكر والله يا شباب، قنبلة خلطة ولد الشرقية، تفجير، ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح له بركة يا رب، الله يطرح له بركة. ان شاء الله بوريكم المقطع وانا شاري الطيور ذي،
تقريبا اخذنا اسبوع، والله اسبوع من شريت ذا الجوز من احد الجروبات. ما شاء الله تبارك الله، هذه نار وشرار، ما تمزح. قنبلة قنبلة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذه خلطة ولدي الشرقية، نار وشرار. عقبال يا رب 6 فروخ، يا رب 6.